بعض الدعاة على الساحة هداهم الله يقولون أن لفظة سلفي تفرق بين الناس، فلا تقول أنا سلفي. نعم نعم، لفظة سلفي تفرق بين الناس، بين السلفيين والمبتدعة وأهل الضلال. الحمد لله، هذه ميزة أن الإنسان يكون على مذهب السلف. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. اتباع السلف على التوحيد وعلى العقيدة هذا شرف ومدح، فنحن نفتخر ونسأل الله أن يجعلنا على مذهب السلف وأن يثبتنا عليه. نعم، أحسن الله إليكم. ولو فارقنا من إنما نجمع الناس، إنما نجمع الناس، نحن ندعوهم إلى مذهب السلف والعقيدة الصحيحة، فإن استجابوا والحمد لله، وإن أرادوا المفارقة فهم وما اختاروا لأنفسهم. نعم، أحسن الله.